على هاد على الاستضافه، كنشكركم بزاف نتوما اللي هو ديما كنقول ليها السلطه الرابعه باش تقدروا توصلوا للمجتمع ديالنا سورتو المغرب غير كلوت، انه هاد الشجره شجره اركان اللي هي معروفه في الجبل وما معروفاش في السهول. وغادي نقول لكم واحد المساله، مثلا نهار الثلاث كنت في بروكسل وواحد الزنقه في كاينين دي كوافور دي سالون دو بوتي كيهضروا على اركان، حاطين الشجر كبار ديال اركان، وديك الناس ما عمرهم جاوا للبلاد، ما عمرهم شافوا اركان، ما عمرهم قاسوا الشجره ديال اركان. دونك كي بارلي دو سيت اربغ كي ميلينير، كي ان اربغ انسيسترال، كي ان اربغ اللي تيقولوا همايا من النخله وشجره اركان، هما الشجر الاولانيين اللي خلق الرب وخرجوا من الجنه. هاد شجرة أركان اللي هي عايشين فيها وعاشوا فيها بعد ألوف السنين، العدد ديال العائلات اللي كيعيشوا من هاد الشجرة ديال أركان، اللي مثلا كتجي المرأة وكتمشي تقلب على أفييش وتخرج منه ألوماس وتهرسو، يخرج منه تزنين وتحمرهم وتطحنهم وتخرج تزقموت، عاد كيخرج اركان السيطرو ديال اركان، وكياخذهم الرجل ديالها وكيديهم للسوق وكيبيعهم وكيجيب السكر ويجيب اتاي ويجيب الحوايج اللي هما كيحتاج. دونك شجره اركان والزيت ديال اركان كان من الوف السنين اللي كانوا كيعيشوا فيه واحد العدد ديال العائلات، وراه مازال اليوم مازال واحد العدد ديال لي كوبيراتيف اللي كيخدموا فيهم الناس والعيالات وكيعيشوا من الزيت ديال اركان. مالوغوزمون لانه اركان انا قلت لك 20 مليليتر كيتباع ب 19.90 مليمتر 200 درهم، دونك والو يعني 3000 درهم اليطرو. ولكن في الاول ديالو الناس اللي كيضربوا تمارع على اركان ما كيوصلهمش ذاك الثمن. شكون هما؟ هما العيالات، ثم غارين العيالات ديال الجبال اللي هما كيمشيو ويقلبوا على اركان تحت الشجر، وفي واحد الوقت اللي كيكون الحما وكيتعرضوا لبزاف ديال الحوايج ديال اللي هما في الصباح كينوضوا كيضربوا تماره باش كيمشيو يجيبوه ويوصلوه لينا حنا، باش تسد تيمقيتو اركان ديرو في السكسو ولا ديرو في اللبن ولا ديال التجميل. دونك فوالا عليها كخصنا حنا وانتم المسؤوليه عليكم، اللي كنقول لكم انتم هما السلطه الرابعه باش توصلوا هذا الشيء هذا للناس واللي كيشوفوكم ويعرفوا بان هاد ساكراليزي سيت اربو، هاد الشجره هذه اللي هي شجره اركان، لابد كل واحد فينا على 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 على, على عاتقه المسؤوليه باش يبلغ الاجيال والناس اخرين يعرفهم على هاد الشجره هذه اللي عايشت واحد العدد ديال العائلات هذه سنين. كنشكركم بزاف وكنتمنى لكم ان شاء الله مسيره موفقه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.